شخص انا معه. وجه حمار شو ترجم منه؟ في 360 عز عندك سيف؟ احاول هات لوك يعطي بدي بلوك بس انا اوريك شريت كنتر بدي بلوك بالارتست فرنس ويييي بموت. جاني بمبوز اللي عنده ترى اما بمبوز لقى جني وكمل وراي وجه الحمار الوند تقفلت من شنو؟ من بماله الا بمبوزه ايه ما بمبوزه ما قفل الوند علي في إيه جن الدورين ترى في واجد جن يلا بروح انا اكمل اللي ورا المين والزبده يرفع الهاتش كل مره تمر البلد لا بس وجه الحمار ايش تتوقع منه؟ انه هو حمار خذ تي باج ترى هو حاط ماب اورموند ايه شوفه جينا الدورين فوق صخر يا رجال يمشي بدون هاتشت لا والله معاه صب نفسي اني طحت الحين عقد علي ده شخص انا معه وجه حمار شو ترجم منه اوكي طلع الجن اللي بالشارع هو اللي فيه واجد مو اللي كم هاتش ما خلصت وش ده رمى كثير حط سبع يمكن ماك هاتش والله حرام رميتها المفروض يلقم ستان بس من وين؟ ها المفروض تتكنسل الهاتش والله انا معي ادرينالين يضربنا الهوك يا شيخ انقل انقل يا وجه الحمار روح عبي بس رميت لبرت واحده بس وطحت عليها اصلا يبينه اي والله يبين وجه الحمار ها لا 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 حول يدورك ظاهر يدورك اي والله يدورك سعد اقول لك انا دخل الدورين على هي لك الوكت اوكي سحب 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 يا اخي يا بداري ام عاد هنا يا رجل نزل تحت هو البقره ليش جاي من هنا الله يقول لك ليش تفكر مع حمار اصلا يا لقى عندي هنا في البيت دورين سيفتها يبي يعبي الحمار والله انك حمار يا ريتك ما تفكر ما تقدر تضرب في الهوك يلا ها خذ التي باك جاك من بابا الثانية
يب عنده اقول لكم عنده زياد هاج عاد خمسة انا اكثر من هاج يرفع لي شفت وش قلت لك انه ابك وش قلت لك اني اعرف فوق يحط لك اورمند وسط الاورمند ماب كبير للهنترس يحط لي اورمند مدري ليش والله صدق انه عشان يبي يصيد وخلي عدد الايمه بدني يصيد صدقه جابك بالموت بتفوز لكن استانس والله معاه مين الكلا بلايت بلايت وراي بليت انا بلايت اوكي استقرش اوه فلتر 60 بتنزل مين قولنا ها اوكي 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 دقرش طيب رشك سيارة اوكي سمع كلامي رش ياب اني داري ترى اول مرة يلعب ها يعني مبتدئ بدك تقول نيد بلوك ما شاء الله شيء وش في اذا تحمس يضرب عندك رش ملك تسقى في الشبك الثاني حلوة فليكس نايس عليك حقد علي صح؟ ما يبيني راح كسر البلد اتوقع بدق الجنيه اوكي جابه فليكس لي اهربوا رش تعلم يعرف صار يدق راش يعني انت قاعد تعلمه وتلومه حلو هي والله راح لفليكس برجع هيل ادري احس انك مخليها سريعه حيل دي سي يا اخي قول استحواح اقل شيء دبل سبيد معاه كاتب ايزي كاتب نفسه ايزي هذا وقح اما قديم في اللعبه تخيل عند 1700 ساعه وما يعرف يلعب بلايت جديده دي زد الكيلر غثيث برمد 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 وراي عن ذا رينج انا ماسك شاك انا ماسك شاك باين مره معرق ده دخلي بيتنن بالجن اللي عندك ساعد شلون نايس انا حرام ترى ارمي البيت ترى شوي قويه بس ان هذا برمد ما يتلوب سحبها لا لف علي خير ضربات الهواء وانا خذيت بدي مو المفروض ينزل انس وقفت الثانية بطش وكمل ياب كمل عليك عز عندك سيف احاول هدلوك يلا راح امسك جنب منات بيرمد مو هنا عز جاك ايه لازم ادري صعب اني انزل لايك على الاقل امعي لايك انا بروح بعد شت جاي من الجهة نتوقع ان مطولين بالجن خلاص شو نسوي لا والله ما ودي ياخذ كل ذا ما ياخذ كل هو مكمبر ايه اللي تدخل يلحق انا بمسك جن والله معليش ما استعنز الحين هلا وني في الهيل بس بعطي سيفت لو ماتت يظل ثلاثة ترى يضمن كلي اطعن بسمن وطلعت طلعة نويس تربطت صح ها؟ لا هو كان من شغل فز وجيت من ورا ظهره ما درى عني بطيح بيد البيس منها
خالي بعد مرة قد ما اقدر عشان ما يعلق بس. ايوه ارسلني. هذه المشكلة، المشكلة الحين نسيفها بتطيح. ترى تحديث برمد الجديد كان قريب من الجيتش. هاي هو الجيتش مبقبق مبقبق. ها؟ انتقلت. بكت لعنت. الحين المكان الوسط. بالعكس عند الباب. بالمين تحت. اي والله مين تحت. طيب سعد وينك؟ ورا السكول. ما يمدي لك نطلع. ما يمدي نهيلها صح؟ تعال. الباب هناك يا الغالي، الباب هناك، الباب هناك. هناك. وينك سعد؟ طلعت من البيت ابو دورين البدرم. بحاول الوب شوي عشان بس الابره تندق. انا معاك افتح له الباب ولا باقي له شوي. اندقت خلاص انا وضعي تمام. بتصن جاك طلع 3 ستيجز كده يعتبر نفسه متعادل مو فايز راح الشاك. لا بالماب هذا 2 ستيجز يفوز. كيف هم يختارون الماب؟ هو نفسه 5-0-5-1 كلاون صد؟ اي الله هو غريبة ما حط موري. كان عنده تحدي قبل شوي يب ما نور تو هايد. والله اعطيته لوب المسكين طفشته. دولة بي سي لودينج ما طول. تومسون هاوس بعد يلا استلم. اوتست خذ لوك دي. اوكي واحد يمين واحد يسار. بروح اليسار افضل. حسن علي تعال بالحك يا حسن علي. لايت الظهرة انا بك تكبر لوب. انا بك تكبر لوب عشان اضمن الضربة. سبحان الله هكات بيضة وين؟ زينة صح؟ بلقوك زاوية الماب يلا. وصلت سكور كم سعد؟ حول 70 كده. كف. ممتاز قفلت الجنة تدمن السويتش. طيتهم واحدة بالغراب. ماني لاحق ماني لاحق مين انا استهبل لو الحق مين. ايوه في واحد هنا طنجو منجو. تعال بصمل عليك خليني ارجع على ذاك وثن لا بس ما ودي. تعال واو حسب معي غراب ثاني. يلا كويس جبنا عند الهوك الابيض بس اتمنى ما في هذه هنا. كويس ما في احد. صدق نسيت حسب معي نوياه. اول ما سمع صوت الداط وقفل. انا بلعب هذا الجيم بعديها بحط بالد اند جيم. ما استمتعت في الجيم اللي قبل شوية صراحة. وش ترابر؟ سوى نفس الحركة ده. ما بحط نويل. بحط ريمبر مي. عجبتك الحركة بالارتست صح؟ يبي يرمي البال انت مسك الجيني. يلا لا حطي مكانك نفس الزر. هاي الاول جني يدقونا وانا اخذ ثلاث هوكات. اول جني يدقونا.
شاخطهم شخط ارتست ما في التربيه والتعليم هنا. شوف جل فوق مكبر فوق. توني كنت ميمة لدى الجني. اخذ هيت ممتاز، اخذ هيت. داري انك نازل، انا بال اخرهم شوي. عبر متحجبن قبل شوي. بروح اللوب القوي صح؟ اسحب اللوب. ياب. ادخل المين، ما في بلد ترى يسارك. اوكي بروح البلد الثاني. هذا يعرف يلعب جل. وانت ايش قاعد تسوي في حياتك؟ لا اعطيت بلد لخويك ودنيا ودقيت الهارت فوقها وانا اصلا مين بالغراب. عقوبة لك وقت الثاني يلا. والله ديد من السويتش قروش وقروشة. كده تلعب لا ما في لك كده. انا ديد من السويتش تلعب. افضل شيء. خذ لك دي. كنا مهيلو فول هيل. حلو طينا ضربة. لو اخذها من هنا لحمد الزاوي جاي كذا اخذها فاست فولد. بس هو كبر لفة شوي. انا اخذت الهوك الابيض ماله بس تعمل من سويتش عليهم. ايوه بس تقفل ذاك الجيني. هذا الجيني اللي هنا مسكين اكيد. ابي تقفل بس ثاني ثاني مره كويسه. حسن علي كيف حالك؟ انت كويس؟ خذ لك هات يا غالي. ذكي يا بذكي راح البقر. سوي نفس الحركة اللي يمكن تزبط. مسكين يا اخي حشرت. صراحة محمد الجيم قاعد العبها حلو والله. والله اني مسكتهم الجيم كامل استعمل ديد من السويتش. والله اني ضغطهم ضغط حتى يبون يدقون جنين ما يقدرون. دخل المين اوكي. بس بسحب عليه لان واحد جاي من هناك. ماب ترى كبير مره بعد. لازم العبها مصمم تشيساتي. جنت بعد تتصافق. معلش حسن علي بس بتنل. ادري وش سمع. لان جنت تتصافق. لايت معه. يب انا دار جنة تتصافق. ابدا ريكورد معه. يب والله اني دار ما سمعت الصوت. بعد مستحيل ديد هوك بيخلي البلد دي. يا طوب بدي بلوك. يعرف يلعب والله. سريع شوي كنا مع بيرك سبيد. لو كمل سيدا كلهم فول هيل تقريبا ما عدا جل. يا بداري الجنة تتصافق والله اني داري. انا القى هنا بعد شوف اوكي بتوني استعملت حق مادة. هذا على جني في الماب. انا بلا ديدمان الحين لازم.
ايوه بس تقفل جني تبوديني شاك. حلو حطيته هيد بس ياب اجبرك تسحب على اللوب. شفت كيف كل الارض في اللعب؟ اوكي ديد هارد. بومباستيك اسايد اي فانتاستيك اسايد اي. يعطي بادي بلوك بس انا اوريك كريت كنتر البادي بلوك بالارتست. عجبك الكنتر؟ خذ لك دي. يبي يفلش صح؟ يبي يفلش. اوكي هنا لو دبلتوني اصرف لكم اثنيناتكم انتم كلاس. ذبحتوا الرجال يا جماعه الخير. ما بخليه يسحب للشاك. يب خلاص انت ديد. جيم نظيف. هذا اول هوك. لو لحقت هاري بدايه الجيم او بدايه الجيم في نص الجيم اقصد كان جيم يطار. مستحيل اني اعلق هذا. هذا اول هوك له. يعطي بادي بلوك من اليوم اصلا. هو يبينا الحقه صار بلدي. افضل لعب كذا بالارتست تلعب الديد من السويتش بيرك اساسي معاها. علق واحد وارمي غربانك على الجنات احلى شيء. ولا تقول لي بركات ثانيه وديد لوك عشان دهج الجيم علي تنلت عشان زي قبل شوي فادني مسك الجنات لي شوي. ترمنس لاخر الجيم اللي بيطلب دي بلوكات. الحين وين الهاتش؟ ايوه هذه هي. قفل يا مدير. اقل البوابه خلنا باين زي كذا عشان بيدوجها. اخر واحد فينج باقي له هوك اصلا ويموت. ما في البوابه ده يكون بوابه المين. خلنا نايم عليها. يب بوابه المين انضرب. حلو ما بخليك تطلع. تبي تطلع نزل فلاشك ولا ما تبي تطلع يلا اختار. كيف اعطيتك فرصات. وينه لا والله ما عنده لايت. ما عنده لايت ما اقصد ما عنده بيرك سبيد. صح اصلا هو عنده لايت كيف عنده بيرك سبيد بعد. سريع شوي في اللوب. كم بنقه هو؟ الله صلي لمحمد. هذول البنقات مرتفعه بس ترى لحقت ما خارج جيب اصلا. لحقتهم هذا ودا شيردي وحسن علي. مين حسن علي؟ الشخصيه نفسها جونا؟ ايه الماسدكو. الماسدكو يوشي. يوشي ايه الثلاثة بيرك سبيد ثلاثة باتناسيتي وامبريكابل. مسوي بلد له كويس واذا هجت معهم عندهم ابرة بعد. بس والله اني اعطيتهم حركة مرة اسطورية. اتوقع بيشتغل على الجن اللي هناك يواجد. عندك انت اكثر من اللي عندي. لا 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 في جن بعد في اكثر اتوقع. يب بيشتغل على الثاني. انا فكت يد الجن عشان ما يصير عنده بوب جاس. يطلع حمار عادي سويها. اعطيته لايك. ثلاثة ضد واحد. يلا يا اخو رجلي تنى لك فينك بداية الجيم. ايه استغل الكندريد. بعطيه لايك انا لا خلص بعد. انا قاعد استغل الكندريد ما يبيني. لا لا اشوفك تراني لسه اللايك فيه. بيجي الحين خلاص بطق جني وبجي اعطي لايك عشان تكمل بالكندريد. يلا يلا خلاص بودي شاك. قفلت الويندو منه. ايوه سوال لك رايت. وين راح ده؟ رجع. لا جاك. بسم الله عليك. ما رجع ما رجع. بيعطيني تشيسي. اوكي اكيد خلاص طير واحد من الجيم.
فين الوندو؟ يلا اضرب الراندوم يا رب يفهم يمسك جن. حرام والله تتضارب والله هاي حرام. ضيعها طق عنده سبع رشات والله تصدق ياب عنده سبع رشات ضيعني ده. لا والله لسه فرنس بموت. راندوم لا تجي جني لا تجي جني لا تجي جني ترجع رشاته مرة بسرعة. ما بي ما بي وخر وخر وش الخط اللي تحت هذا؟ اي خط؟ تحت الجنريت هذا اللي بعدين يجي المدكت ولا ضيع 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 والله اني طقطقت عليه. بعد امسك الجن هذا انت انا بروح امسك الجن ثاني. هذا لحنا ثلاثة يا اخو رجلي ما تقدر طير فنك تنل مستقبله ومنتحر بعد ما اعطانا وقت. اي والله تعال هنا ولا ما تبيني؟ لا لسه يبين لسه يبيني طلعت لصوت عشان يجيني مكله خايف اسمه دقات القلب يمسك الجني ويفك هسه بيتفلتت من السويج. يا انك رزلت يا سعد مسكين يا اخي صدق والله ما ادري في حولي شيء ولا ديد زون انا والله يا قاعد اسوي مايند جيم مات كثير. خلاص والله حرام هيلي 99 حرام اني تصفر والله حرام المسار هراي ياب جاك شاك مدري انت في الشاك ولا ايه انا اللي في الشاك ياب جاك حطه في البلد الله ياخذ المريض. ما بي ما بي ما بي ما بي هي روح شوف الغثيث اللي عنده. اوكي حط فلاش الراندم والله يا هو بتعبان ما في لبسه برشات حرفيا انها مرة صعبة ترى يا حليلك انقز انقز جني هذاك رسمي وده ضربني من ظهره ايه يدور جاني اوكي بسيف حال ازب اللي يشوفني شافني سمع الصوت لا رجع 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 ياب هذا الدوك ما بخاطب مني رجع الجني ها قفل على الجني هو اشوفه جايني ها جاني بالرش بسرعة ديك تدق الجني داك حكم صح؟ بروح انا بفك المندو وبرجع الجني نفسه انا خذيت هد ليش ما راح مني البيرك هذا الاحمر اللي كان شاهد انا ليش نقصت ما ادري حرام والله نقصت تدري لو دا لاهل الله لو فنك ما انتحر وبالراحة ترى عندنا ندق جيني من زمان والله منك من قصتك زي الزفت هادي ولا وراندم يحط لك كنسل ماب اول مرة اشوف راندم يحط لك كنسل ماب لا والمشكلة طالب 2000 بعد الميت راندم ما ابيه يجيني طاقات ساعاته ياب عنده سبع رشات شوف بلده بلده جنات سبع رشات وسبيد بعد اي جنات يا عمي حنا ثلاثة طقينا الخمس جنات ياب انت بعد ما مات انا دقيت الجني الاخير بس خلاص شوف اصلا فين كم طلع بالله شوف كم طلع 2000 بحط لك راس الزفت هذا الحقهم التعبان عاد هذا الراس عندك الله ياخذ ام الراس الزفت